اختتمت عشائر الجوالة والجوالات مخيمها الكشفي المشترك الذي أقامته مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي بالزرقاء بالشراكة مع سرية كشافة ومرشدات الزبابدة بفلسطين. وقد حضر حفل افتتاح المخيم الذي أقيم في كنيسة اللاتين العلالي الفحيص الأب إياد بدر والأب لويس والسيد عبد الرحيم الزواهرة وعدد من القادة الكشفيين والمحاضرين الذين ساهموا إلى حد كبير بنجاح المخيم الذي اشتمل على أنشطة رياضية وفقرات روحية متنوعة وهادفة. هذا المخيم الكشفي على درجة عالية من الأهمية من حيث تنوع الفعاليات اللي راح تقدم، أيضا الزيارات اللي راح تقدم من خلال زيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية في الأردن. وأيضا أنا اليوم شفت الطاقة والعطاء، شفت التواصل، شفت التكافل، شفت مجموعة من الأبوات اللي موجودين ومهتمين في نجاح هذا المخيم الكشفي، وأيضا مجموعة من القادة اللي مهتمين والمشرفين الموجودين، وأيضا شفت الطاقة والعزيمة والعطاء اللي موجود عند الشباب من خلال التقاء، وعلى أهمية كبرى بالتقاء الشباب الأردني والشباب الفلسطيني، هذا التوأم اللي دائما عودونا الهاشميين وجلالة الملك بضرورة التواصل مع أهلنا بفلسطين. جلالة الملك اللي بيقدم دائما القضية الفلسطينية وبيهتم بالشباب الفلسطيني كما بيهتم بالشباب الأردني، أيضا سمو ولي العهد اللي دائما بحث على أهمية التبادل الثقافي والتواصل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي مع كل الفعاليات في فلسطين، لا بل في الوطن العربي لا بل في العالم. قمنا باستضافة مجموعة الزبابدة، هم اليوم موجودين عندنا بمشاركة 30 قائد وفرد. هاي تأتي ضمن خطة المجموعة بمشاركة عدد من المجموعات من خارج البلد، والحمد لله أن توأمي مع عدة مجموعات خارج الأردن، وفي دائما نشاطات مستمرة مشتركة حتى يكون في هناك تبادل بالخبرات وتبادل بالمعرفة، وإن شاء الله هذا كله يصب بمصلحة المجموعة والأفراد والقادة اللي موجودين. فباسمنا وباسمكم جميعا بنرحب فيهم في بلدهم الثاني الأردن، وأهلا وسهلا فيهم. وقفنا اليوم بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة في المخيم الكشفي الثالث بالشراكة مع مجموعة كشافة مرشدات دير اللاتين الزرقاء الشمالي. احنا كلنا ثقة وعنا دائما الأمل انه دائما يوم نيجي على الأردن الشقيق ونشارك مجموعاتنا الكشفية الموجودة فيه دائما ناخذ خبرة كويسة منهم، ننقل الخبرة لهم وبعطونا خبرة. منحب دائما نضل شغالين على الإطار الكشفي على مستوى البلدين، بالإضافة إلى أنه هاي التجارب عمالها بتحيي دور الشباب، بتقويهم، بتخليهم على الصعيد المحلي نشطين، على الصعيد الاجتماعي فعالين دائما. وهي رسالتنا ككشاف، فخورين في هاي الزيارة، ودائما بتكون زيارتنا للأردن بالعادي والمشاركة مع المجموعات الكشفية ناجحة بامتياز، ونتأمل أنه دائما تستمر هاي العلاقة بيننا وبين جميع المجموعات الكشفية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. سعداء ككشاف فلسطيني وتحديدا كشاف الزبابدة نكون متواجدين في الأردن، وهذا بدل على وحدة الأبرشية، أبرشية القدس. جميل جدا أنه يجتمع دائما أبنائنا وأبناء الكشاف من الأردن وفلسطين دائما في مكان واحد حتى نتشارك بكلمة ربنا والتعليم الكشفية، وتكون دائما موجودة. ونتمنى دائما ربنا يعطينا قيادة صالحة تخدم الوطن والكنيسة دائما. كثير بكون فخورة ومبسوطة أني أشارك فيك مخيمات كشفية مع حبيبنا وإخوتنا في الأردن، فإحنا دائما بنحكي شعب واحد مش شعبين. المخيمات الكشفية والكشاف بعلمك كيف تكون حدا منتمي، بعلمك كيف تكون حدا ملتزم، بعلمك الأخوة، بعلمك كيف تتطوع بلا ما تستنى من حدا اللي قبالك أنه يقدم لك إشي. نقدم واجب نحو الله، واجب نحو الوطن، واجب نحو الآخرين. بالكشاف دائما بعلمنا أنه الله أولا، دائما كيف نصلي كل حدا في ديانته، نحو الوطن دائما وطننا، كيف نقدم، كيف نحترمه، كيف نخدمه، كيف نساعد لحتى يتطور، بالإضافة نحو الآخرين. إشي كتير مهم إنه إحنا زي ما بنهتم بحالنا نهتم بالشخص اللي قبالنا، لأنه كل حدا بيحتاج لحد يساعده.